السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هواة مصر الكرام وجميع الأصدقاء المحترمين على الصفحة. طبعا عارف ان الناس كلها مستنية البث ده، بس معلش لظروف خاصة كده اتأخرت انا شوية. طبعا أستاذ محمد من الناس الملتزمة جدا. النهاردة معانا ان شاء الله ومعاكم الهاوي الانجليش المحترم المشهود ليه بالأخلاق الحسنة وبالاحترام وبالتميز وبالبطولات، الأستاذ الهاوي المحترم الأستاذ محمد المشد. ازيك يا أستاذ محمد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك حبيبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخويا الأستاذ حمادة طلبة؟ تسلم يا رب، تسلم طبعا يعني أولا طبعا أنا بشكرك على كلامك الطيب، تسلم تسلم. وبشكرك إنك أنت يعني اديتني الشرف إن أكون متواجد معاك على لا يا باشا، لا 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 تسلم البث المحترم بتاعك حبيبي اللي إحنا كلنا استفدنا منه. حبيبي حبيبي. وطبعا أنا شفت الحلقات اللي حصلت قبل كده مع اخواتي الله الحاج يخليك. محمد حمامه والحاج احمد ابو جميله والاستاذ محمد عبيد، طبعا طبعا وانا طبعا شخصيا كنت سعيد جدا جدا باللقاءات دي واستفدت منها كتير، طبعا طبعا. وانا سعيد بالفكره في حد ذاتها ربنا لاكتر يخليك من يا رب، سبب. ربنا يخليك يا رب. اولا انا بحب جدا الافكار الجديده، ودي كانت فكره فريده من نوعها ما حدش عملها قبل كده تمام، او ما جاتش على بال حد يمكن قبل كده. الحمد لله الحمد لله. ثانيا احنا في مجال تربية طيور الزينة، تمام اعتمادنا الاساسي على تبادل الخبرات من بعض، يمكن ده كمان لان احنا عندنا حتى في الكليات البيطرية مجال بيطرة طيور الزينة مش منتشر، يعني عندنا هنا في مصر او الفكرة نفسها مش منتشرة، فاحنا كان في مشاكل كبيرة كنا بنحلها بالتجربة او بالممارسة بالاجتهاد. بالاجتهاد، فاحنا تمام محتاجين طبعا تبادل الخبرات مع بعض، والفكره بتاعت البث المباشر مع كل طبعا تمام الهواة دي كانت فكره ممتازه. انا اعتقد انها قربت مننا الموضوع ده طبعا من اول استاذ بهاء عنبر طبعا طبعا لغايه الحاج طبعا محمد طبعا حمامه طبعا اخر بث اتعمل طبعا طبعا، طبعا طبعا. فالف شكر طبعا، والف ربنا شكر يخليك، للناس اللي سهرت عشان خاطر تسمعنا، ربنا يخليك يا الف استاذ محمد. الف شكر للجميع يعني. والله يا استاذ محمد، بص، هي قصه البث دوت هو يعني عمليه بنعمل يعني بنفتح على بعض كلنا كهواه، تمام، بنقرب الموضوع من بعض، بننقل خبرات زي ما حضرتك اتكلمت كده ما بيننا وما بين بعض. والهدف الاساسي بالنسبه لي وبالنسبه للناس اللي هي بتتكلم او الناس اللي بستضيفها هي يعني بنوصل روح الاطمئنان للهاوي الجديد الموجود، او الهاوي اللي ما بلوش كتير، او الهاوي اللي قلقان حتى لو كان كبير بس قلقان. فاحنا حابين بس نعرف كده زي نفس القصه، لان هو بس اسمه حياه غاوي، تمام. فاحنا عايزين نعرف الاستاذ محمد المشد هو يعني ابتدى ازاي في الغية، او ايه اللي وصله للغية، او ايه اللي حببه في الغية، يعني ابتدى ازاي الموضوع معاه، وهل هو يعني ابتدى ان هو مثلا سمع ان في عصفور بيتباع بفلوس فهو راح له، ولا هو اصلا ماشيه في الدم معاه زينا زي الناس الهواة الكبار. طبعا حضرتك ما تقلش اهميه ولا مكانه، يعني تمام يا فندم، اتفضل. انا مواليد سنه 1980، تمام عندي دلوقتي ليله راس السنه اللي فاتت دي انا تميت 40 سنه. تمام جميل، يعني 2 عيد ميلاد مع بعض. تمام بالظبط. تمام ف يعني انا لما كنت صغير عندي مثلا 5 او 6 سنين كنت عايش في منطقه السيد عيشه، كان ايوه عندنا بيت في الشارع اللي جنب السوق على طول، تمام. اللي هو الشارع اللي جنب مسجد السيدة عيشة، أنا طبعا كنت البيت المناطق اللي جنبه يعني. الجميلة العريقة طبعا طبعا فأنا عايز أقول لك إن أهل الخليفة كلهم بيربوا عصافير طبعا طبعا، الناس المحترمين طبعا كلهم، طبعا لأن طبعا السوق هناك وهم كلهم بيحبوا المجال ده جدا. طيب. فأنا طبعا كواحد من سكان منطقة السيدة عيشة كان خالي كان بيربي عصافير، وكان عندي شغف جامد جدا بيها، يعني كان وانا طفل كده 4 5 سنين كنت بفضل قاعد باصص لهم مثلا ما بتنفسش طول النهار، بتابع الذكر بيعمل ايه والنتاية بتعمل ايه، تمام وكنت بحب جدا امسك الزغلول وهو صغير، وكانت يعني كنت حابب قوي الحكاية ديت، لغاية ما سيبنا منطقة السيدة عيشة وقعدنا في شبرا. تمام فبالصدفة البحتة كان في نتاية هربانة من حد يعني وطايرة، فمسكتها
واحده جارتنا كانت بتحبني قوي فجت اديتها لي هديه. تمام تمام جميل. ايوه فعلا دي قصه، وانا بس يعني قابلت ناس كتير جدا في نفس القصص دي، يعني قريبه منها يعني. بالظبط. تمام فانا كان اول مره اربي بشكل منفرد، يعني اربي عصافير ايوه تبقى بتاعتي ايوه وانا المسؤول عنها، اكلها واشربها واخد بالي منها. كان عندي 8 سنين، يعني الكلام ده من 32 سنه. من يوميها ما ما شاء الله. بطلتش تربيه عصافير. تمام. بس ابتديت ف طبعا بالاسترالي بقى طبعا، انا لا ده انا انا قولنا بقى عيشتي كلها قولنا بس كانت التدرج استرالي. في ايجاز كده، في التدرج في ايجاز لغايه ما نقطع هو بالانجليزي عشان اكمل انا الايه الحوار انا بتاعي. ربيت، انا حياتي كلها ربيت استرالي بس. اه طبعا تمام جميل. لكن ما فانا حاولتش مثلا في كوكتيل، في روز يعني، لا مجرد خالص، اه خالص خالص لا خالص، انا اه كنت بحب طائر الاسترالي. انا حتى طائر الكوكتيل او البركاديلو ربيته، بس ربيته مؤخرا اه كده لما بدأ يعني الموضوع يتقلب معايا مشروع، لان كان البركاديلو فترة من الفترات اه كان ربحيا كان عالي جدا، فانا ربيته للربحية. ايوه انما ايوه انا عشقي وشغفي البادجي من اول الاسترالي لغاية الانجليزي. تمام. فانا ربيت البادجي، انا كنت بحب من صغري الوانه، ان هو الوانه كتير، يعني ما كان بيضايقني في البركاديلو ان ربيت هو في فقير في البلطونة الالوان. برضو في الأول شبهنا، وابتديت عايز التدرج ده بعد كده اه عشان طبعا. عايز لا أطمن انا كنت الغاوي. بربي، بص يا أستاذ انا محمد بدون مقاطعة كلام حضرتك، أنا عايز نعم أطمن الغاوي إن ممكن مش من بلكونة، أنت ممكن لو حاطط جوز في الحمام تمام ممكن تبقى عندك مزرعة في يوم من الأيام. لا أنا عايز انا ما أوصل كانش عندي بلكونة كمان، كمان يعني أنا عايز بقى التدرج دوت. يعني انا يعني انا كنت بربي جوه الشقه وكنت بطيرهم، يعني كنت تمام بحب اخرجهم. يعني كان جه عليا مرحله معينه اه كنت انا في الاول بربيهم في اقفاص، وبعد كده جه عليا مرحله يمكن في ثانوي ايوه كان عندي كده مكان كده، يعني كان عندي الاوضه بتاعتي كانت كبيره ايوه وكنت مطيرهم فيها، يعني ما بحبسهمش، اه حاطط اساسا بقى القفص فوق جماعي الدولاب. جماعي وانت كنت حاطط، معاهم كنت يعني انا مش هنسى اه الموضوع ده، كنت حاطط 3 اقفاص تمام فوق الدولاب وفاتح الوش، تمام تمام فالعصفور كان يخش ياكل ويشرب ايوه وبعدين يلف في الاوضه بقى طول النهار. تمام تمام بس تمام وهو عشان عارف ان اكله وشربه هنا كان لازم يبات هنا، ايوه ايوه يعني طول النهار يلعب معايا ويلف ومبسوط ضارب بيهم جدا ويقفوا على المروحه وقلبين تمام الدنيا، ايوه وييجوا بقى بالليل هياكلوا ويناموا ويروحوا يقفوا في الاقفاص بتاعتهم. تمام. طب وبعد كده امتى اتقسمت بقى معاك، ابتديت ان انت تتجوز بقى جواز بقى، تجيب مثلا سلاكه خمسه مثلا تبتدي تحط بس فيها لا انا عشت حياتي كلها كانوا بيبيضوا، وكان الزغاليل اللي تطلع اخدها واوزعها على اصحابي هدايا، وما كنتش يعني ما كنتش ابدا ببيع، يعني كنت بربي ايوه اجيب اكل وشرب اربي، واللي يطلع ادي مثلا لصاحبي الفلاني جوز، ادي لده جوز، ادي الاهادي بيهم. يعني تمام فضلت على هذا الاساس سنين طويله جدا لغايه سن مثلا يعني 28 سنه، ما شاء الله ما شاء الله. يعني لغاية مثلا تقريبا سنة، تقريبا في سنة التسعينات مثلا 2000، لا لغاية 2008، 2008 تمام لغاية 2008. والموضوع بالنسبة لي هواية بحتة ملهاش أي علاقة ايوه بيع بأي او حاجة. شراء او حاجه يعني تمام كنت بدخل انترنت اتبادل المعلومات مع الناس، ايوه وكنت مثلا لو انا عالجت بطريقه معينه مثلا الفاش، الاسهال، اه البرد، ابدا ايوه اقول تجاربي للناس. فالحمد لله عملت شعبيه طيبه في الفتره دي. اه ايوه وانا كنت لسه يعني حتى كان كل الناس، وهي كان في ناس بتربي حاجات مهمه جدا ايوه ويجي يقول لي وحضرتك بتربي ايه؟ ايوه فاقول له بربي استرالي، فكان يستغرب جه يصعق، يعني انت ما شاء الله معلوماتك كويسه، ويعني راجل احنا عارفينك طول عمرك معلوماتك كويسة يا أستاذ محمد فانت ربنا يبارك لك اه حبيب قلبي. فانت طب يعني معقول كل الوجع القلب ده والقرايه دي والاطلاع دوت عشان تربي في الاخر استرالي؟ تمام فالموضوع ده كان بي كان بي كان بي يعني كان يعني كان الناس بتستغرب له جدا. يعني تمام ده عشان حبك طبعا في الحقيقة وعشان انت غاوي في الدم زي ما بنقول يعني. بالظبط، طبعا من 2009 بقى اوائل ايه اللي حصل؟ الناس اللي انا تواصلت معاهم، عجبتني جدا مدرستهم جدا جدا جدا، انا عارف وكان هتقول طبعا بتعجبني مقالاتهم جدا جدا جدا، اه وتواصلت معاهم بقينا اصدقاء بشكل كبير، كان الحاج احمد ابو جميل. طبعا طبعا ده استاذنا، ده انا عارف انت هتقول ده طبعا، ده يعني استاذ الكبير يعني بصراحه الحاج طبعا الحاج احمد ابو جميله، انا دايما لما اجي اتكلم اقول مثلا صديقي واخويا الحاج محمد حمامه، ايوه صديقي واخويا الاستاذ مؤمن الياباني، ايوه طبعا صديقي طبعا واخويا كلهم الاستاذ ناس حماده طلبه، محترمه طبعا ربنا يخليك في حياتك. ولكن الحاج احمد ابو جميله دايما لازم اقول استاذي الحاج احمد ابو دي جميله. حقيقه طبعا دي حقيقه، طبعا ده استاذ لانه الوطن استاذي العربي فعلا. كله، مش استاذنا ولا استاذي ولا بالظبط. استاذك اه طبعا ثانيا هو انا اللي بيعجبني في الراجل ده، بعيدا عن المعلومه، ايوه بعيدا عن المعلومه،
تمام، هو عنده حرص شديد انه يفيد الناس. دي حقيقة، دي حقيقة. فالموضوع ده هو عارف اللعبة بتتلعب ازاي، هو عارف ان زكاة العلم تبليغه. صح، بالظبط، برافو من عليك. كتم علما عامدا متعمدا في الدنيا لجمه الله بلجام من النار في الاخره. هو شغال بالمنهج ده. صح، برافو عليك، برافو عليك. فانا عجبني جدا الموضوع ده، فكنت حرصي الشديد ان كل حاجه اتعلمها لازم اعمل بيها منشور ولازم اعمل بيها فيديو. تمام، كانت وده من اللي احنا مدرسه عايزين نوصله للهواة الكبار، بالظبط. الكبار يا استاذ محمد، طبعا ان طبعا طبعا. النهارده في ناس فيها هواة صغيرين، يعني في حد هاوي هتكلم في ايجاز ان كلمني قال لي يا استاذ حماده انا زعلان من فلان الفلاني، هاوي كبير، تمام؟ قال له انا اقول ايوه لك ليه المعلومه، يمكن انت في يوم من الايام تبقى جامد وتعديني. طب ده النهارده انت حطيت نفسك، يعني انت النهارده بتشتغل ربنا، يعني انت ده النهارده بقيت هو كده حط وظيفتك نفسه في وظيفه. شوب، يعني حط نفسه في مصيبة شرعية. ايوه بالظبط. يعني اما من كتم ليه احنا علما بنحبس عامدا. المعلومه لنفسينا، ما نقولها للناس والرزق بتاع الله انا سبحانه وتعالى. انا النهارده انت انا عندي حاجة عيانة او مريضة تمام، مثلا تمام، وبسألك وانت عارف العلاج وتكتمه متعمد ايوه، عشان الحاجة اللي عندي تموت وان انا ما عدكش وان تمام، انا ما انجحش وان انا تمام، الكلام ده، انت كده حطيت نفسك في نصيبة، يعني حاجة كبيرة جدا جدا. فمن كتم علما عامدا متعمدا في الدنيا لجمه الله بلجام من النار في الاخرة، تمام، حتى وان لم نكن يعني ملتزمين حقا للالتزام ففي امور بس معينة ما طبعا نقدرش كلنا نعملها. فينا عيوب وكلنا كلنا معاصي، اكيد ما ولكن احنا حدش بنحاول. كامل، ايوه طبعا، بس في بني ادم ايوه، يعني انا واحد من الناس بعتبر نفسي من قمة الناس المقصرين، طبعا طبعا طبعا، ولكن كلنا بحاول ابقى كويس. اكيد. بالظبط، خلينا بقى نخش فهي على 2009. تمام. قابلت صديق ليا عزيز عليا قوي. كلمت ابو جميله واخدت منه، طبعا محمد عرفات طبعا، واخدت منه الاستاذ احمد المحترم، واخدت منه معلومات وهكذا، وابتديت بقى من 2009. كنا كنت بتربي جماعه لغايه 2008 او زي ما انا حضرتك بتقول. لغايه الوقت ده ما كنتش حابس العصافير، مربيهم كده تمام، حواليا، ايوه تمام، يعني كنت متجوز وكنت مسايبهم في شقتي بقى، انا حر. فكنت يعني ايوه. ايام ما كنت عايش مع لا اهلي انا كنت سايبهم في اتجوزت اوضتي. بدري اساسا، انا اتجوزت بدري بسبب ان انا عايز ابقى حر في دي. بالظبط. يعني انا لما كنت مع اهلي ما كانش ينفع اطلع بيهم بره الاوضه، ايوه بالظبط. انما لما اتجوزت بقى في شقتي كانت الشقه كلها عصافير، تمام، فكنت مسيبهم كانوا طايرين حوالينا، وطبعا زوجتي كانت مبسوطه بيهم جدا ما اتضايقتش. تمام، وبرضه كنت حاطط لهم اكلهم وشربهم، عامل لهم شجره كده فوق النيش وكانوا يطلعوا يناموا عليها. تمام، تمام. فقال لي اصدقاء قالوا لي طب ايه رايك ان انت يعني انت كده كده بتاكل وكده كده بتشرب بالظبط، وكده كده بتصرف وبتصرف جامد، لاني كنت باكل اكل نظيف ما بجيبش اي حاجه، ولما اجي اجيب الادويه اجيب اللترات، فالحاجات غاليه ايوه طبعا، طبعا، ما كانتش غاليه زي دلوقتي بالمقارنه باسعار اكيد النهارده طبعا. لا، وما كانش في صفر حاجات على طبعا الشمال. كتير بقى اللي موجوده، البريد ماكس وما الى ذلك، فلا لا ما كانش الحاجات كان دي، بس اخرك كنت ممكن بقى تروح تجيب لو انت مزنوق قوي، يعني القطاره في محل بتاع العصافير دي اخر يعني بصراحه. لا انا كنت بروح مثلا، كنت بخاف مثلا بتوع الادويه، كنت وقتها يعني كنت اخاف يفتح الدواء ويغشه، كنت انا بخاف من كده. ما كانش لسه بقى الناس المحترمين قوي اللي شغالين معانا طبعا دلوقتي طبعا طبعا امثال الاستاذ مالك صفوت طبعا والمهندس ماجد الحسيني والناس الجميله دي، طبعا وقتها انا طبعا، كان لسه يعني كان لسه الموضوع في اوله، فانا كنت بخاف اجيب دواء يكون حد غشه، فكنت بروح اجيب الازازه مقفوله. ايوه طبعا، تمام، لك ان تتخيل بقى ان انا مثلا على مدار السنه ولا السنتين كنت اخد منها ما يزيدش عن خمسها او ربعها، والباقي كله كان بيترمي. تمام، ايوه، فكنت بصرف كتير. ايوه فصديق ليا قال لي طيب ايه رايك تربي حاجه العائد بتاعها يعني يغطي. قلت له ما انا ما ببيعش كده كده. قال لي طب وليه لا؟ ايوه صح، تمام، يعني ليه ما تكونش بالنسبه لك مشروع؟ ده في حاجات غاليه جدا، ده في فرد بيوصل 500 جنيه. ايوه، طبعا وقتها بقى يعني ما كنتش ايوه، اعرف طبعا لا ان في 500 حاجات، جنيه دول كانوا كان موضوع كبير. كان حاجه كبيره. ايوه، فقلت له طيب تمام ربنا يسهل. فبدات انزل السوق وبدات اجمع انصاص عشان خاطر ان انت يعني انا شخصيا لا انصح اي انسان اطلاقا انه اول لما يبدا بحاجه غاليه. دي انا عايز اوقف لازم هنا بس يا استاذ محمد بعد اذنك، عشان تيجي في ناس تيجي تقول لك ايه، اصل حماده كان بيربي يا عم، ده كان بيربي استرالي، ما محمد المشاد يا عم، ده كان بيربي بس. حبيبي ايوه، ما حبيبي، دي مش عيب يا جماعه، انا دي قعدت مش 20 عيب، سنه ربي استرالي، دي مش ولا عيب، يعني ده مش حاجه، عيب ده ان هم حاجه تانية. انت يعني، لو جيت لي المزرعه تمام، نصها استرالي لغايه دلوقتي، ايوه، ايه العيب في ده؟ النهارده انا مفيش بشوف عيب. السلم يجي يقول لك مفيش ده عيب. فلان كان بيربي فوق السطح ودلوقتي بقى عنده دلوقتي، ما دي مش مشكله. ما هو النهارده بص بص يا ما باشا، فيش، انا النهارده ابتدي من حيث انتهى الاخرون، وانا اساسا مش فاهم حاجه. انا اعرف ناس ايوه، في اتفضل الغيه اتفضل، بدات
زي كده ايوه يا باسترالي، باشا، او هو ده الصح بدأت اصلا. بالظبط. ايوه يعني انا اعرف، انا في شاب كده جميل معانا في الغيط، انا بعتبره اخويا الصغير، ايوه بدأ بجوز استرالي عادي، وبعدين باع عياله وجاب انصاص، وبعدين باع عياله وجاب فلل بسيطه تاتشات، وبعدين جاب مشاكل فلل كويسه، وبعدين جاب مشاكل. انجليزي وكده. تمام النهارده الشخص ده ايوه الله اكبر الله ما اكبر شاء الله لا عنده تحف. الله اكبر الله اكبر الله طيب اكبر، لما انا شخص محترم. النهارده يعني لما انت النهارده تكون راجل في الغيه عصامي، بالظبط. بدأت باسترالي وانصاص وقعدت تطور فيها منها فيها لغاية ما ربنا كرمك وبقى عندك حاجات قوية جدا، هل ده يشرفك أكتر طبعا ولا إنك أنت تكون راجل غني بالفعل، وأول ما جبت حاجات غالية طبعا، موتت نصها وفرخت انا نصها بتشرف لغاية ما بوالدي، كده؟ انا بتشرف بوالدي ده شيء يشرفك. طبعا، انا بتشرف بوالدي يا استاذ محمد، ان انا اقول الراجل ده ابتدى من فرش او باترينا في الشارع، تمام، طبعا لغايه ما اصبح عنده سلسله محلات. انا بتشرف طبعا بده طبعا، وبقولها قدام ده الناس شيء كلها يشرف كمان اهو، لسبب انت إن فاهم؟ الراجل ما حدش عمله، ايوه يعني بالظبط. ما انا شاء ما اعرفش الله اعمل هو ده بصراحه، يعني انا كحماده اهو ابنه ما اعرفش اعمل ده، انت هي فاهم؟ بتبقى ظروف، هي ايوه بتبقى ظروف. يعني فاهمك فاهمك. بيقول لك لما انا ابدا حياتي وتكون صعبه، انا بتصير ده فيا يعني ان انا احاول اشتغل واحاول انحت في الصخر لغايه ما ابقى حاجه. بالظبط بالظبط غير بالظبط. مثلا انا اولادي اتولدوا لقيوا الحياه رهضه جدا اكيد وجميله طبعا والدنيا طبعا والفلوس كتير وبتاع، ايوه فما بيبقاش عنده الموضوع ده. ليه؟ بالظبط لان هو كده كده مستريح. ايوه يعني انت ايوه فاهم بالظبط الفكره؟ بالظبط بس يعني هو بالظبط مولود لقى نفسه مستريح. غير بالظبط لما تكون انت مولود حاسس ان في عليك ضغط او بالظبط ريسك، ايوه الموضوع ده بيعمل، فهي الموضوع ظروف. لكن انت تحمل نفس الجينات، طبعا يعني طبعا انت عندك نفس الاصرار ونفس طبعا الحمد العزيمه لله ونفس كل حاجه، اكيد ولكن انت ما تعرضتش للظروف بتاعته. انت اتولدت بالظبط برنس، يعني اتولدت بالظبط عندك كل حاجه، بالظبط وبالتالي ايوه ما انا فاهم كنتش محتاج انك تعمل لبط يعني عشان تبقى بالظبط حاجه ايوه يعني. بالظبط. برافو بس عليك برافو عليك. فالحمد لله ابتديت تجيب نحمد اجواز بقى ربنا. وابتديت تجوز. ابتديت اجيب اجواز انصاص، جمعتها من السوق عادي جدا، كل اللي الاقي معاه عصفور كويس وشكله يعجبني ايوه ولونه يعجبني. كان في الفتره دي الاسبنجلات كانت خاطفه الناس قوي، تمام. فقعدت اجمع انا بقى في الاسبنجلات وبدات كانوا اعمل دايما يقولوا الفواتح الفواتح. كيلين، ما يعني كانش فيه كانت الناس اسبنجلات، تحب انا اسف، ما كانش في حاجه اسمها اسبنجل، كان في حاجه اسمها ما كيليرات. كانوا بيقولوا على الاسبنجل كلير، ايوه وكانوا تمام بيقولوا على الاسوينج او ايوه الاسوينج كانوا بيقولوا عليه سبنجل، على البنات الاسوينج ايوه بالظبط سبنجل. دي حقيقه سبنجل، ايوه ايوه وكانوا ايوه بيقولوا على بالظبط البنادق هراكل. يعني هي الدنيا كانت بايظه. بس تمام. يعني فانا اول حاجه كنت انجلايزا بيقولوا عايز، عليها انجلايزا البندل. كانوا بيقولوا طبعا، فانا كنت محتاج ان انا طبعا اخش في حاجه المردود المادي بتاعها جيد تمام عشان يبقى فيها مش ربح. ايوه انا راجل، انا مهندس تكنيشن وماسك مدير قسم الدعم الفني بسم الله في ما شاء الله شركه كمبيوتر، بسم الله ما شاء الله. وقلت ده يعني ممكن مثلا تبقى حاجه اضافيه لغاية دلوقتي يا جنب استاذ ال محمد ولا خلاص الشغل؟ لا لغايه دلوقتي، بس دلوقتي الحمد لله انا في الشركه استشاري يعني. بسم الله ما شاء الله فالحمد لله، يعني بسم انا الله دلوقتي بروح لهم لما بيكون في مثلا شغل قوي، الدور هنعمل قريه سياحيه بتاع كده، انما ما بقتش خلاص بقى موضوع ان انا اروح لكن وابقى ما قاعد على سبتش مكتب. شغلك بسبب الطيور. لا ما سبتوش بسبب الطيور، انا ليه؟ لسه في شغلي، بس انا لسه في شغلي. لا أنا عايز بس أعرف ليه، معلش بس بعد إذنك. يعني في ناس ليه ما سبتوش؟ سابت شغلها خالص وتوجهت للطيور، يعني أنا عايز ماشي، أعرف إيه السبب في ده؟ ما فيش مانع، بس انا عايز اقول لك على حاجه. لازم يبقى عندك حاجه جنب الطيور. يعني انا دلوقتي انا عندي اشغال كتير جنب الطيور، عندي تجاراتي، بتاجر الحمد لله والشكر لله، بسم الله ما شاء يعني الله بتاجر في اراضي الحمد ما لله، شاء الله ربنا عز وجل ما شاء كرمني الله. الله أكبر باكتر من مجال عمل الله أكبر بعمله جنب شغلي وجنب الطيور، برافو عليك. عشان لو ده وقف. اصلا انا راجل، انا عندي 5 عيال يعني ما مش شاء الله هزار، الله أكبر الله أكبر ربنا فالحمد يكرمك. فالتزاماتي كتير جدا، ده انا شخصيا يعني. تمام فانا النهارده ما ينفعش يبقى تمام ما ينفعش يبقى عندك مصدر واحد. مصدر احنا واحد، في حاجة وقعت حاجة حصلت حاجة ما بتاعي أنا احنا في أتضمن ظروف اقتصادية متقلبة، طبعا فانت يستحسن يكون أيوة عندك اكتر من مصدر. تمام. نقلنا بقى من الاسترالي، دخلنا بقى على حاجة حجمها أحسن زي الانصاص مثلا. دخلنا في الانصاص، انا ما قعدتش كتير في الانصاص، تمام يعني انا ربيت الانصاص قعدت فيها سنة، سنة ونص، سنتين، ربنا عز وجل كرمني فيها افضل عصفور ربيته في حياتي. ليه بقى؟ منتج جدا، منتج جدا جدا جدا، دي حقيقة. وبيباع بسهولة جدا، تنزل بيه السوق يتخطف منك في دقيقة. تمام. انا عايز الناس ليه؟ تسمع لا الكلام ده عشان الناس اللي بتربي طبعا استرالي، مش عايزك تربي انجليزي جامد لو معكش، بس ربي لا، انصاص على الاقل يعني وانا ابتدي في كل المنشورات وفي كل الفيديوهات ما بنصحش اول اللي ما بيبدأ صح يروح يشتري لي جوز ب 5 6000 جنيه، ما ينفعش. صح بالظبط
بالظبط. فالانصاص دي النهارده لو هنتكلم على اسعار النهارده، انت هتروح تجيب لك جوز الزغاليل المحترم ب 500 600 جنيه، تمام. خلينا هتكبرهم نتكلم في وتشيل. اسعار الانصاص بس، بلاش نتكلم في اسعار الحاجات التانية عشان كل واحد ليه سعره المعين اللي بيبيع بيه. انا بتكلم في الانصاص، في لان الانصاص الانجليزي الكوز بتاعه واسع قوي، بالظبط كده، عشان محدش يعني يقول لك من ايه، اصل استاذ محمد في المشد قال ان الانجليزي بخمسة. لا لا، الانجليزي في الانجليزي يا جماعة ممكن انجليزي الانجليزي ب 50000، ب 100000، في 200000. انجليزي في انجليزي بقرش، ايوه، وفي انجليزي ب 1000 قرش، بس عشان احنا مش عايزين وده حد ياخد لا الحاجة من البث عندنا ويضر بيها حد تاني بس. القوس بتاع اسعار الانجليزي واسع جدا، في تمام، بقرش وفي ب 1000 قرش، الله وده ينور عليك، انجليزي وده انجليزي برافو عليك، برافو عليك. بالظبط كده. زي الخيل العربي، في حصان عربي مثلا ب 20000 او ب 30000، وفي تمام، ب 2 مليون، صح، بالظبط وده بالظبط عربي وده عربي، بالظبط. بس هو فرق مواصفات. تمام، ما قعدتش في الانصاص كتير، دخلت على الانجليزي. هو اللي ما قعدنيش في الانصاص كتير، انا طارتني بسرعه، تمام، يعني مش ما قعدتش فيها عشان وحشه، لا بتبيع بسرعة وبتمسك يعني ما شاء الله فلوس بسرعة، فانت ايه. بسرعه وفلوس كتير. يعني انا عملت غي، انا كان عندي مخزن 250 متر ربنا بسم رزقني الله، بيه، بسم الله، الله اكبر. ده كان اول مزرعه انا عملتها. طبعا بقى لما هتنقل مش هينفع اربي الكلام ده في شقتي، ايوه طبعا طبعا، فانا كان في مخزن، ده كان والدي كان زمان عامله مصنع بوتاجازات، ايوه تمام، وبعد كده هو نقل على كارير تاني، والمخزن فضل مقفول يجي 10 سنين مقفول ما بنعملش بيه حاجه. فطبعا دي كانت من ضمن الحاجات اللي محمد ربنا المشد عز ان شاء الله وجل. يا جماعه، ده ايوه، عشان في ناس بس بتقول استاذ محمد المشد، ايوه استاذ محمد المشد، حبيبي، اتفضل. فكان في، يعني دي كانت من ضمن العوامل اللي تمام ربنا رزقني بيها، ما عنديش فيها، يعني انا ماليش فيها يد، يعني دي تمام حاجه من ضمن الحاجات اللي نجحتني من ايوه عند ربنا. يعني ايوه 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 خدت المخزن ده ورصيت فيه 40 عين، على ما اذكر كان بسم الله 40 عين، ما شاء الله، جبت 20 وبعدين جبت 20 تانيين بقى 40، ايوه وحطيت في ال 40 دول انصاص. لو ايوه هنحسب على حسبه النهارده، هحسبها لك حسبه سريعه، ايوه 40 جوز انصاص كان، ايوه لو قلنا على اسعار النهارده بقى مالكش دعوه باسعار وقتها. خلينا بقى برضه بعد اذنك استاذ محمد هنقف في الحته دي، خلي بالكم يا جماعه من الحسبه دي، عشان الناس اللي بتقول طب انا النهارده يا جماعه لو جبت كذا والسوق مثلا واقع زي ما بنقول، هو انا لا اعترف بحاجه اسمها السوق واقع، تمام، لا هو مش الطير واقع، اللي واقع، الطير اللي واقع مستوى هو اللي بيوقع السوق ماديا، تمام، دي خلينا معترفين بيها. يعني انا هقول لك كملي على بقى الحته حاجة. دي يا استاذ محمد، الحسبه دي يا جماعه عايزين كل هاوي داخل المجال او في المجال يحسبها الحسبه دي، مش لازم اكون عندي عصفور ابيعه ب 200000، ما انا جايب الجزء ب 10، يعني بالظبط خلينا نمسك ال10 الاول وبعد كده نبقى نشوف نبيع بكام. بالظبط تمام، بالظبط. اتفضل. فانا مثلا لو هنحسب على النهارده، انا هحسب نفس اللي حصل معايا بس على الفلوس بتاعت دلوقتي هتمشي ازاي. تمام مثلا 40 جوز، 40 جوز دول انت الحيط، الجدار، القفص بالعش في ايوه حدود 70 سنتي مثلا، ده تمام، القفص كبير. ايوه ايوه عارف، انا فلو عارف، انت عندك جدار طوله 7 متر ايوه ايوه يشيل 10 سلاكات، السلاكه 5 عيون يعني 50 عين. تمام، طب برافو لو عليك، انت الجدار عندك طوله 5 متر شمال ويمين يشيلوا ال 50 عين، برافو عليك، تمام صح يبقى كده، انت اوضه 5 متر مثلا في 3 متر، 3 في 5 ب 15 متر. ايوه بالظبط، لو انت عندك اوضه 5 متر طول في 3 متر عرض، عملت ال 50 عين. صح طيب صح ولو انا استغنيت عن النهارده كده ممكن تحط 100 عين كمان عادي جدا. بالظبط، فانا تمام، مثلا الانصاص في دول كتير زي السودان ايوه بيحبوا العصفور ده، جدا، وخصوصا الاسبنجل طبعا والفواتح وكده. بالظبط، وبالذات الاسبانجل جولدن والحاجات والفايلوت جولدن، طبعا الحاجات اللي بتخش على الريمبو، ايوه بالظبط، هما برافو عليك، بيحبوا الحاجات دي قوي لان هما جدا غاويين ريمبو بشكل، اي جدا، حاجه فيها جولدن او سكري او يلو فيز بيموتوا فيها قوس يعني. قزح عموما بالوانه بقى. فمثلا الناس دي بتيجي بتاخد الحاجات دي من عندنا، فطبعا لانه بيتصدر بره فمطلوب ايوه باستمرار، باستمرار مطلوب، ايوه ولانه عصفور رخيص فهو ايوه مطلوب دوليا ومحليا، يعني بره بيحتاجوه ايوه واحنا عندنا هنا المصريين بيحبوه لانه مش غالي. يعني انت ممكن اي شاب صغير في اعدادي ممكن يروح يشتري جوز، ايوه بالظبط بالظبط الموضوع مش معضله انك تدفع مثلا 400 500 جنيه، مش حكايه يعني. بالظبط بالظبط، فطبعا عصفور كويس، ايوه فخليك جبت جوز زغليل من المستوى الكويس ايوه مثلا ب 500 جنيه تمام انصاص، تمام
كبرت، انت رحت جبت لك ال 50 جوز دول. طبعا انت مش هتجيب اول ما تجيب، مش هتجيب 50 جوز يعني، قول لا جبت انا لك اسال يعني مثلا، 10 مثلا 5. قول جبت لك 5 جواز مثلا ب 2500 جنيه، تمام. ورحت مشغلهم الجوز، جاب لك الانصاص. بالمناسبه اقسم بالله كان عندي نوتي بتبيع 11، ما شاء الله. ايوه طبعا، و12 وبيزقوا ال12 ده، مش عارف وما شاء الله مش في عارف كانت التأجير ازاي دي والزق، بصراحه يا استاذ محمد. دلوقتي احنا مش الانصاص عارف. عبقريه طبعا عبقريه. طبعا، دي حقيقه. فحتى كان في فيديو كان نازل لواحد تركي على ما اذكر، كان مربي برضه انصاص في حاجه كده شبه الفرنده، كان عنده كميه انتاجيه مهوله. احنا كلنا لما شفنا الفيديو اتبسطنا جدا، الله اكبر ايه ده كله يعني. ايوه ما شاء الله طبعا. فانا كان عندي كان الموضوع كده، لان كان المخزن بتاعي كان بيخش شمس وهواء، ما شاء وكان الله. حاجه واسع بقى. ايوه، فالانصاص كانت شغاله معايا كويس جدا. ما شاء الله. فتخيل مثلا ان الجوز هيجيب له على الاقل من 3 ل 4 زغاليل، تمام. خلينا اقول 4 زغاليل، 4 زغاليل في 5 تجواز ب 20 زغلول في الدوره الواحده. في ايوه الدوره ال 20 زغلول هم دورتين مليت المزرعه، ال 50 عينه ملو. تمام. لميت فلوسها دورتين تاني. لا انا لسه ما بعتش. لسه ما بعتش. تمام. فهم دورتين اتنين، ال 50 عين كلهم بقوا شغالين بكفاءتهم، ما شاء يعني الله 50 جوز شغالين. ما شاء الله ما شاء الله. انا طبعا انا قعدت سنه واتنين، ودي كانت تالت سنه ليا، يعني عمال اجهز وازود واجيب في سلكات جديده تمام وادخل في حاجات، ما دخلتش لسه فلوس جيبي. تمام تمام يعني قعدت سنتين كاملين ما فيش فلوس بتخش جيبي، لغايه ما بقى عندي العيون دي كلها ال 50 عين شغالين. تمام تمام وبعدين طلع الانتاج، ايوه عملت 11 مطار ايوه على ايدي، رحت جبت سلك من السبتيه اه وفصلت 11 مطار بنفسي ايوه ايوه وعلقتهم وعبيتهم كلهم طيور. ما شاء الله. بقيت بقى حاطط الاينو هنا، والدبل فاكتور الاصفر هنا، والدبل فاكتور الابيض هنا، قاعد بتلعب والاخضر هنا. وبتقسم بقى، يعني قاعد بتلعب وبتقسم زي ما بيقولوا. بالظبط. وعملت اول اعلان ليا على الانترنت ان انا عندي طيور للبيع، ورحت مصور الفيديو كده، صورت فيه المزرعه كلها بالمطارات بالدنيا، تمام. وقلت ان انا عندي مجموعه محترمه جدا من انصاص الانجليزي للبيع. تمام. الناس اتصلت بيا وقلت ان انا هبيع يوم الجمعه. في اليوم ده بعت ب 64000 جنيه، مش هنسى الرقم ده، الله ودي اكبر. كانت اول فلوس تخش جيبي انا بقى الشخصي من ورا العصافير. بسم الله ما شاء الله. بسم الله لك ان تتخيل انك تبيع ب 64000 جنيه صاص. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه طبعا، عادي جدا. انا عايز اسال حضرتك بس سؤال بقى في الحته دي، معلش. ليه استاذ نعم. محمد المشاد بيحب يبيع اللي هو ايه يعني بيع مش عارف مجموعه شهر كام، بيع مجموعه شهر كام؟ يعني انا بلاحظها بالظبط. فيك كتير، ايه ما بحق السبب في يعني ده؟ هقول لك، انا طبعا انا شغال في شركه، تمام. وشغلي في الشركه حساس شويه، لان انا الشركه بتاعتي دي بتاعت اللي هو عبد الفتاح فرغل، ما شاء الله. وكان الشغل بتاعي فيها التزام بالمواعيد بشكل كبير. فانا شغال في الشركه دي، طبعا بروح من الصبح بدري جدا، برجع بالليل جدا، فانا وقتي ضيق قوي. تمام. دلوقتي ما بقتش طبعا بروح الشركه خالص، الا اذا يعني كان في حاجه يعني طارئه بروح، لكن بقى عندي اشغالي تانية. النهارده مسافر هنا، بكره مسافر هنا، بعده مسافر هنا، عندي هنا شغل، عندي هنا بيعه، ايوه فمش فاضي. تمام فبعمل ايه؟ المزرعه كده كده شغاله وفي ناس بيتابعوها، تمام تمام فالانتاج بيطلع بيتحط في المطارات، ينشف بقى ويقلش قلشه ويبان، لان الانجليزي ما ينفعش يتباعه وهو طري، يعني ما ينفعش تبيعه زغلول. يعني هو الهدف النهارده ان حضرتك مش فاضي، ولا مفيش الهدف وقت. النهارده ان العصفور يقلش قلشه ويتباع بعد لا، قلش؟ ما هو انت باستمرار عندك عصافير قلشه. تمام. يعني طب ما انا النهارده لكن عندي الهدف زغلول عنده، الاساسي ان حضرتك ما تبقاش فاضي في اوقات ان طول السنه. انا مش هينفع ان انا كل شويه اقابل الناس. لكن ما عندكش مشكله ان ممكن لو حد مثلا جالك في زغلول لا بيبتدي يقلش خالص، بكام، مش عارف لا كام، بخمسه؟ خالص اطلاقا، حتى تمام لو لسه خارج من العش وانت هتعرف تاخد بالك منه، خده يا سيدي براحتك. تمام. احنا عايزين بس برضه ولو انا يعني نركز في الحته دي. ثواني يا استاذ محمد بعد اذنك، تمام تمام عشان في ناس بتقول استاذ محمد انا ده احنا ايه لسه ما نزلش المنشور بتاعه بتاع البيع. لا، هو استاذ محمد هو بيقول لك في البث، بيقول لك ان انا ببيع اي عصفور عادي جدا في اي وقت، لو هو فاضي في الوقت ده يعني ما فيش بالظبط اي مشكله. بالظبط. ويعني كل الهوايات، يعني استاذ محمد ما بيبخلش على حد باي حاجه يعني ان شاء الله. يعني انا مثلا لو حضرتك كلمتني مثلا سي النهارده وقلت لي انا كنت محتاج مثلا عصفور ازرق ذكر مثلا عندك، هتقول لي في فانا زغلول ببص في مثلا. المطارات بقول لك مثلا في زغلول عنده شهرين، وفي فرد عنده 4 شهور، وفي فرد 8 شهور. تمام طب انت فاضي اجي لك امتى؟ والله انا فاضي الجمعه اللي بعد الجاي تمام تمام مثلا، فهمت. ما دام عرفت توفق معايا ميعاد ما فيش اي مشكله خالص. تمام. خلينا نخش على الانجليزي بقى ونقول استاذ محمد المشاد امتى ابتدى بقى يطلع بقى من الانصاص واللي هو بيطير جماعي والاسترالي والقصه الجميله اللي احنا حكيناها دي،
وامتى يخش الانجليزي ولماذا؟ ايه اللي خلاه يخش يسيب ده ويسيب الانصاص يعني ويخش الانجليش بقى؟ تمام. لما لقيت معايا مبلغ كبير كده من ورا الانصاص، انا اتشجعت بقى. طبعا انا من يوم ما دخلت الهوايه ما صرفتش كل ده، يعني انا صرفت حاجات بسيطه، ايوه طبعا طبعا. يعني ما بين تمن السلكات والاكل والخمس تجواز اللي انا جبتهم ما كانش فلوس كتير، كان والخشب كلام بتاع فارغ. السبتية ما تنساهوش. ايوه بالظبط. فانا عايز اقول لك، فلقيت مبلغ غريب دخل لي يعني، اي ما شاء الله. فاحتفظت منه باللي انا عايزه، والباقي قلت لا بقى، يعني ما دام الحكايه كده، من لم يتقدم يتقادم، لازم اطور نفسي. تمام بالظبط، برافو عليك. طب اعمل ايه؟ اجيب انجليزي. طب مين من حبايبنا ممكن ناخد منه انجليزي كويس؟ ايوه فانا قلت بقى ايه، انا هجيب بقى من حبيبي بقى وصاحبي الحاج احمد ابو جميل. تمام. فرحت متصل بالحاج احمد، قلت له ايه يا حاج عامل ايه؟ قال لي الحمد لله. قلت له انا محتاج انجليزي. قال لي والله يا محمد انا ايه، مركز قوي في الشوش اليومين دول، ما عنديش انجليزي خالص، فمش هقدر اخدمك فيه. اقول لك على حاجه؟ قلت له ايه؟ قال لي سالت بهاء؟ قلت له هساله. فكلمت الاستاذ بقى طبعا عنبر طبعا الكبير يعني طبعا طبعا، طبعا فرحت متصل بالاستاذ بهاء عنبر طبعا حبيبي، طبعا. وقلت له انا نويت اخش في الانجليزي، فكنت عايز منك حبه انجليزي ابدا بيه. قال لي والله انا حاليا يعني ما عنديش حاجه خالص زياده في الوقت الحالي، ايوه بس انت سبحان الله يعني ابن حلال. انا لسه مكلمني واحد من حبايبي كان جايب الانجليزي بتاعه كله من الرسائل ايوه اللي احنا كنا بنجيبها من بره، وانجليزي جميل قوي وبيصفي، اتصل بيا وقال كانت لي انا ايام تحفة دي يا استاذ محمد. طبعا. فهو قال لي، هو كلمني الراجل، راجل محترم جدا لواء في ايوه الشرطه، راجل الله اكبر عليه، ما شاء الله النهارده ده يعتبر من اعز اصدقائي، ما شاء الله ما شاء يعني الله. الراجل ده حبيبي جدا لانه كان فتحة الخير بقى. ايوه. فقال لي في واحد، وقال لي انا هصفي الانجليزي، ولسه متصل بيا بيقول لي لو حد طلب منك انجليزي كلمني. ما شاء الله تمام. فقلت له طيب اديني رقمه، فاداني رقمه. كلمته قلت له انا بكلم حضرتك من طرف الاستاذ بهاء وعايز اعمل واحد اتنين تلاته. قال لي حضرتك شرفني. رحت طبعا لقيت انسان ايه في الادب والاخلاق، وكانت بقى بدايتي في الانجليزي لاني خدت من عنده حاجات مفيش قويه حد جدا. هيجي من طرف الاستاذ بقى عنبر الا لما يكون محترم وزيه طبعا لا يتخلى طبعا عنه يعني. طبعا طبعا، ايوه لان برضه بهاء ماشي بنفس مدرسه خدمه الغير، لا طبعا طبعا يعني طبعا، هو ده بيحب، مدرسه يعني هو لما بيلاقي حد وحش بيبعد عنه من غير ما يشهر بيه، طبعا. ولما بيلاقي حد كويس بيسانده وبيمشي معاه وبيعمل معاه كل الخير. فهو مدرسته برضه من المدارس النظيفه جدا يعني. طبعا طبعا طبعا. بس فالحمد لله في التوقيت ده جبت بقى حاجات من عند الاخ الكريم واشتغلت بيها، وبدات طبعا بعت من انتاجها والحمد لله ربنا كرمني. دخل بعد كده الحاج محمد عبد العزيز رساله، رحت واخدت منها، ودخل بعد كده الاستاذ بهاء رساله، وكان طبعا نازل عند اخويا وحبيبي استاذ يوسف البنان، طبعا. ورحت اخدت برضو منها المميز جدا والمحترم، وبدات اشتغل. ليه بقى يعني، ليه توجهت يعني ليه مثلا طلعت من الانصاص ودخلت للانجليزي؟ ليه ما دخلتش مثلا للشوش مثلا؟ ليه ما دخلتش كان انا ساعتها كان في خلل، بس كانت برضه كانت يعني لسه تاتشات وبتاع، كانت لسه جاي من بره في رساله كانت تقريبا 2007 او 2010 مش فاكر بالظبط. تمام، ايه اللي خلى الاستاذ محمد يخش للانجليزي بالذات؟ هو انا كنت طول عمري من وانا طفل انت بتحب اعلم العصفور جيدا ده، ان اللي بيشتغل في حاجه بيحبها بيبدع فيها. دي حقيقة. يعني انا مثلا ما اشتغلتش في الكمبيوتر بس عشان دي دراستي، برافو عليك. انا بعشق الكمبيوتر، فلما دخلت المجال نجحت فيه بشكل سريع جدا، لدرجه ان انا لما خدت البكالوريوس كان بقالي 5 سنين شغال في المجال اصلا، يعني انا شغال في المجال من وانا في ثانوي. فعايز اقول لك ليه، لاني بحبه. فانا حبيت العصفور الانجليزي، فحبي ليه اكيد هيوصلني لحاجه كويسه، ده كان اعتقادي يعني، دي حقيقة. ايه اسلوب لان انا بحبه فعلا يعني. تمام، ايه اسلوب التغذية للاستاذ محمد المشد؟ هنتكلم بقى دلوقتي في حاجه احنا اللي خلاص هي بقى، احنا طلعنا فيها احنا ربنا الفائده. استرالي ودخلنا في الانصاص ودخلنا في بالظبط الانجليزي، ابتديت بقى بالظبط. الانجليزي ده ازاي واسلوب احكي لي بقى عن قصة حياتك مع الانجليزي في ايجاز برضو. لما طلعت من الانصاص للانجليزي لقيت تربيه الانجليزي مش بنفس السهوله اطلاقا. تمام. عصفور الانصاص لو رميت له حبوب بس من غير طري ومن غير اي حاجه، وحطيت له ميه نظيفه نقيه من غير اي فيتامين، بينتج وبيشتغل وزي الفل. يوم ما تحط له عودين جرجير يعني يحمد ربنا ويشكر تمام ويشكر فضله يعني. ايوه انما الانجليزي ما ينفعش معاك الكلام ده خالص. تمام كل ما هتعلى في المستوى انت بتحتاج تغذيه مكثفه جدا. تمام ليه؟ كل ما هتعلى في المستوى هتعلى في التغذية.
عصفور الانجليزي لو نتفت ريشه وجبت عصفور الانصاص نتفت ريشه، ايوه لو انا حطيت لك الاتنين جنب بعض مش هتعرفهم من بعض. عصفور الانصاص وعصفور الانجليزي نفس الحجم بالظبط، فرق ايوه الريش، برافو عليك. فرق الريش. عصفور الانجليزي الريشه بتاعته طويله جدا، ايوه عصفور الانصاص ريشته زي الاسترالي متسرحه وما ايوه فيهوش حاجه يعني. ايوه فهي دي المشكله. فانت بتتكلم في حاجه الشاسيه بتاعها صغير تمام وشايله موتور فظيع بالظبط ضخم جدا، بالظبط فانت لازم تاكل وتغذي اللي يغذي ريشه بالطول ده. بالظبط، زي اللي انت بيعمل بتتكلم عربية وبيجيب عربية صغيرة وبيحط موتور عربية 2000 سي سي، الموتور بيدغدغ العربيه. بالظبط لازم يحط بنزين 92، لو في 95 هيحط. لا وحاجه تانية، لازم تعمل عفشه رياضيه طبعا تستحمل الموتور الجديد، لازم بالظبط تعمل كذا، لازم تعمل، بالظبط يعني بالظبط ليها تجهيزات. بالظبط كده، فاحنا يعني بس انا غاوي صيد، كنت تمام في مره فكيت سوسته بتاع بندقيه صيني، ركبت سوسته ديانا الماني، سوسته كسرت البندقيه. شفت بقى. فانت لازم قوه الباور بتاع الحاجه اللي انت شغال بيها لازم يوزيه حاجات تانية كتير. تمام، فانت النهارده معاك عصفور ريشته عشان يا طويله. استاذ محمد الناس برضو، انا عايز اوجه برضو كلام للناس بعد اذنك، ان الناس اللي بتقول ده الانجليزي ما بيشتغلش، حبيبي ما انت عم بتاكل بلكم وفلارس، ولو حطيت انت بتربيه شويه سيلينيوم بالاسلوب بتبقى انت مش بتاع مصدق نفسك، فالنهارده ما تجيش تقول اكيد انا ما بيشتغلش وانا اساسا ما حطيتوش العفشه والبنزين المناسب ليه. بالظبط بالظبط. ده تمام. انت خد كمان بقى الكبيره، يعني اتفضل. عصفور النص انا ممكن استخدم معاه الفيتامينات براحتي جدا. عصفور الانجليزي الفيتامين بيخليه يقلش. يعني انا مثلا النهارده انت جيت قلت لي ده انا جربت الف دال هي، او جربت امينو اسيد، او جربت كذا، ممتاز. فانا خدته منك ورحت حاطه رحت العصافير مجربه. تقلش. تمام. يقلش. طيب دي حقيقة. قلشت عطله شهرين، لو انت ثبت على السيستم ده خلاص هو هيقلش قلشه والموضوع عدى. طب لو فرضنا ان حد تاني ابن حلال اداك حاجه جديده هيقلش تاني. هيقلش تاني، فيجي حد ابن حلال يديك حاجه جديده فيقلش تالت، فتلاقي نفسك في السنه كلها خرجت من قلش دخلت في قلش ما انتجتش حاجه. تمام، يعني احنا هنا بنوصل بكلامنا لنقطة ان الانجليزي له معاملة خاصة. ليه معامله خاصه جدا؟ ازاي لانه بقى المعاملة بقى حساس. اللي الاستاذ محمد بيتعامل بيها؟ احنا عايزين نعرف استاذ اول محمد بيتعامل ازاي، احنا عايزين اكننا قاعدين جوه عندك. بالظبط، اول حاجه انا عشان خاطر القلش المتكرر لازم اثبت العوامل. تمام. يعني لازم انا من الاول اقول انا هشتغل طبيعي ولا بالفيتامينات والمكملات الغذائيه. هشتغل مثلا بالمكملات الغذائيه، يبقى ابدا من وانا بجهز العصفور في الصيف ايوه ابدا بالمكملات اللي انا هشتغل بيها في الموسم. تمام. ليه؟ لانك لو انت يعني فضلت سايبه عادي وجيت في الموسم حطيت الحاجات دي هيقلش وهيخش من قلش لقلش ومش هتاخد منه حاجه. تمام. فانت ثبت العوامل بتاعتك، الاضاءه لازم تكون ثابته، درجه الحراره على قد ما تقدر تكون متوسطه، حوالي كام ولا استاذ محمد؟ يعني هو البيست اللي هي زي ما بيقولوا البيست تمبريتشر بريدنج ايوه دي بتبقى تقريبا 22، دي تمام اللي هي افضل درجه حراره في الغرفه. تمام طب تنزل لفين دي وتطلع افضل لفين؟ درجة حرارة انتاجية يا جماعة، اللي هو اه طبعا البريدنج، اللي هو درجة حرارة البريدنج. انتاجية. انما لو انت مثلا هتخش شو ممكن تنزل بطيورك لدرجه حراره 18 عشان خاطر الريش بتاعهم يقلش تمام ويطلع ريش اكثر كثافه. تمام. يبقى لو انت داخل على شو 18 بالنسبه لك بيرفكت، لكن لو انت رطوبة كام يا استاذ محمد؟ الرطوبه ما تعديش 55 ما تعديش 55. امتى تحت. النهارده؟ ازاي انزل الرطوبة وازاي اعليها؟ طبعا اول مش حاجه هعليها يعني، بس ازاي انزلها لو هي عالية اقصد يعني. هو انا معاك من 55 ل 60 ممكن ما يحصلش مشاكل، تمام. انما بمجرد ما بشوف 60 على الترمومتر من 60 وانت طالع مصايب بقى، كبس بيض ومشاكل كتير جدا. بتعمل ايه بقى؟ اول حاجه انا كده كده بدفي في الشتاء بدفايه، تمام. الدفايه بتسحب الرطوبه من الجو، الدفايه الزيت. برافو عليك، انا بعمل كده على فكرة. انا ما وفي انا الصيف انا التهويه. تمام يعني انا مشكلتي في الشتاء ايه؟ الكتمه، طبعا. ما الكتمه بتزود الرطوبه، الدفايه الزيت هتنزلها. تمام. وفي الصيف هوي المكان فتح صح. بس. مع بقى لو انت مثلا كان في الصيدليات حاجه اسمها حبوب السيليكا، ايوه لو انت جبت علبه دواء غاليه او جبت جزمه غاليه او جبت هدوم غاليه او ايوه اللي هو جهاز يا غالي، جماعه اللي هو الباكو الابيض الصغير اللي بيقول لك عليه الباكو الابيض نفتالين. الصغير ده، فانت ده لا ده مش ما نفتالين، دي انا حبوب عايز اقول سيليكا للناس ان ده مش نفتالين، ده الحبوب اللي الاستاذ محمد بالظبط، بيتكلم عليها، مش دي نفتالين. حبوب سيليكا ايوه ومكتوب عليها دونت ايت، يعني ممنوع الاكل عشان خاطر تبعدها عن الاطفال. تمام. ليه؟ لان لو طفل كلها بتسحب المايه اللي في جسمه، ايوه فهي حبوب عندها قدره عاليه جدا جدا على سحب المايه من اي حاجه. تمام. بجيب انا الاكياس دي وبلزقها في سقف العش، ايوه
يعني اجي من جوه العش من جوه واقوم حتة لازق مثلا حتة لسق دبل او حاجة وبنلزقها. وبنلزقها في سقف العش، يبقى تمام. انت كده ضمنت ان حتى لو كانت الرطوبه عاليه داخل الغرفه فانت قللتها في المكان اللي فيه البيض، لان هو التاثير الوحيد للرطوبه على البيض. يعني لو الرطوبه عندك عاليه الاذيه الوحيده منها على البيض، ده انما سبب، العصافير ده نفسها برضو من ملهاش اسباب دعوه. حل البيضة يا استاذ محمد، اسباب ايه؟ حل البيض يعني البيض بيحل. انه بيفك تقصد؟ لا مش بي يعني يعني انا بقصد مثلا ان هو معمر خلاص والشبكة موجودة وزي الفل، تمام، يومين تلاقيه حل بقى عامل زي لا، العصير البيض كده اللي على بعضه، ما تفهمش. البيض اللي بيحل ده بيبقى سبب ان النتايه رقدت في الايام الاولى وبعدين قامت. تمام. انا كان عندي بيض مثلا الاقي البيض يا دوب عرق ايوه وبعد كده الاقيه خلاص العروق راحت، تمام والاقي البيضه اغمقت اصفرت وخلاص. تمام تمام فانا بدات الاحظ ايه اللي حصل يا جماعه، لقيت النتايه رقدت اول 5 ايام وبعدين قامت، ايوه فلما قامت النتايه النبض وقف خلاص، مات، مات الزغلول. بالظبط. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى ضغط على زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.